اروح للزميل زميلنا العزيز عمرو نبيل اعرف منه اخر الاخبار وبعدين ارجع معاكم لان عندي كلام ممكن يكون مش تمام. طبعا استعدادات خاصه هنا من ملعب الدفاع الجوي منتخبنا المصري الاولمبي بقياده مديره الفني البرازيلي روجيه ميكالي الذي يستعد للمرحله الاخيره اولمبياد باريس 2024. خلينا اكلمك يا كابتن عن الاجواء النهارده. البدايه طبعا بدا التجمع منتخبنا المصري في تمام الساعه الرابعه باحد فنادق التجمع الخامس، يعني توالى اللاعبين منذ الساعه الرابعه لاعب تلو الاخر، ثم طبعا كان هناك محاضره فنيه من قبل المدير الفني البرازيلي روجيه ميكالي للاعبين من اجل طبعا شرح المرحله المقبله لمنتخبنا المصري اللي بيستعد فيها طبعا لاولمبياد باريس 2024 وطموحات كبيره. النهارده المعسكر كان في روح حلوه ومتميزه وروح يعني كبيره جدا ما بين جميع اللاعبين داخل المعسكر من اجل طبعا تمثيل بلادهم في يعني مباريات مهمه جدا وهي باريس 2024. كابتن شوبير خلينا كمان انقل لك الصوره من داخل التدريبات اللي بدات يعني منذ لحظات داخل ملعب الدفاع الجوي. كان هناك طبعا زيارة من الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حرص من خلال هذه الزيارة على يعني تحفيز اللاعبين والاجتماع مع اللاعبين قبل بداية هذا التدريب، وأيضا حرص على توجيه بعض الكلمات الهدف منها رفع روح المعنوية لجميع اللاعبين. يمكن كان هناك أحاديث جانبية طبعا ما بين الكابتن الأستاذ جمال علام وأيضا روجيه ميكالي، قال له إن شاء الله كلنا في ظهركم كل أعضاء مجلس إدارة وكل المسؤولين عن كرة القدم المصريه بيقدموا ليهم الدعم قبل انطلاق مباريات منتخبنا المصري ان شاء الله الاولمبي في اولمبياد باريس 2024. خلينا كمان اتكلم حضرتك عن اللعيبه الكبار، انضمام اللعيبه الكبار احمد مصطفى زيزو ولاعب نادي الزمالك وايضا محمد النني، سينضمان كلا اللاعبان يوم الاحد القادم الى معسكرين. كمان النهارده يمكن حرص النهارده المدير الفني البرازيلي روجيه ميكالي على طبعا اراحه بعض اللاعبين بسبب طبعا توالي المباريات، منهم طبعا محمد شحاته لاعب الزمالك وايضا حسام عبد المجيد، يمكن اجروا عمليات الاحماء خفيفه مع اللاعبين ثم فضل الجهاز الفني راحة اللاعبين من اجل طبعا يعني تواجد اللاعبين في المعسكر. يمكن النهارده كان في حديث جانبي يا كابتن شوبير ما بينه وما بين ابراهيم عادل وعدد من اللاعبين، اللعيبه كلها نفسها تكون موجوده مع المنتخب ان شاء الله ويحققوا حاجه كبيره لبلدهم في اولمبياد باريس 2024. كابتن شوبير يمكن دي الصوره الكامله هنا من ملعب الدفاع الجوي واستعداد منتخبنا المصري الاولمبي بقياده مدير الفني روجيه ميكالي لاولمبياد باريس 2024. الان اعود لك وملعب اون تايم. Thank you.